فقرتنا القارة الأسبوع هذا طبعا مع عائسة الشريفة، مع الحكيمة الروحانية شريفة المغربية بطبيعة الحال. مرحبا بك شريفة. مرحبا بك. شي أحوالك؟ صح لاباس؟ أمور لاباس؟ يعيشك شريفة، مرحبا بك. هاي سيدي، اخترنا لك مجموعة من الأسئلة بطبيعة الحال من الصفحة الرئيسية نتاعك أنت اللي موجودة على الفيسبوك. فوالا، فما واحدة شريفة بعثت لنا ميساج، فتاة تقول أنا حليت مشروع محل نتاع خدمة، أخذت عليه قرض وفلست، ما مشاتش الأمور. كل ما تجي ماشي المحل نتاعها سقيها طرزن وسقيها ثقيلة، رغم اللي الكاليتي معناتها نتاع البرودوي اللي تقدم فيه مهم برشا، الناس يتعداو من المحل وباب الرزق مسكر. عاتبه ماهيش توصل المحل نتاعها تلقى روحها فاشله، متقلقه، ما تحبش تمشي للمحل اللي هي فيه. الكل هذيك تكون عندها سحر، السحر هذا هو اللي خلاها اي بلاصه تبغي تمشي لها، وخاصه الخدمه هذه اللي هي حلمت بها وحققت معناتها طموحاتها والكل. ومن بعد كي تبغي تمشي تلقى روحها فاشله، رزينه، مخنوقه، ما تنجمش تمشي. غيكون عندها سحر المراه هذه ولا البنيه ولا هي هو اللي مخلاها ما تنجمش تمشي للمشروع نتاعها، ما تنجمش تحقق. نقولوا حد يبدل العتبه يا سيدي، يستمر الحاله هذه والا تتبدل؟ ما نجي نقول لك العتبه كي بدا تم سحر ولا تم مس ولا تم ما تنجمش، واخا تبدل هو نفسه الموضوع. يعني المشكله مش في المحل. مش في المحل، راه تقول لك عتبه مش مبروكه عليا، بالعكس العتبة كلهم مبروكين. اي عتبه فيها عمار المكان، هو عمار المكان. شنو هو عمار المكان؟ لازمك انت تدخل فرحان، تدخل متفائل. نبخروا شويه العتبه ما سالش، نحطوا شويه بخور، عدنا شويه وشق، شويه من الجدود جدودنا يحطوا له شق، يحطوا الداد، يحطوا شويه شب، شويه حرمل للعتبه، باش مالي العتبه يفرحوا بينا. نقولوا تصفى. صحيت. باش مالي العتبه، باش العتبه هذيك كي ندخلوا لها ندخلوا شارهين فرحانين متفردين. نجيبوا شويه مال بحر مازال حتى هو مزيان، نسيقوا به المحل زاد به للعتبه، باش العتبه تبدا عندك خفيفه. تو يقول لك عتبتي رزينه مثلا، يدخل ثقيله، ثقيله، يدخل يلقى روحه فاشل مخنوق، هو يجيب معاه الطاقه السلبيه. هو كي يبدا خارج من الدار يقول لك انا ما عينيش باش نمشي، انا فاشل، انا مخنوق، انا حزين، انا كذا. حلها شنو المره هذه؟ اللي قلتوا انت انها تسيق نسيقوا شويه مال بحر، نعملوا شويه بخور ما يسالش يهرب الشواطين من المحل، والمحل يخلى من شو. نحطوا شويه قران زاده، سوره البقره في المحل، سوره ياسين، نحطوا الرقية الشرعية ديما باهية المحل. هذوما الكل ينفعونا في اللي عنده تجارة، اللي عنده بيع وشراء، اللي عنده حاجة ينفعوا، وتتفرهد حتى هي في البيت ولا في المحل، تلقى روحها فرحانة، تنجم تقابل العباد، تنجم تبدا خفيفة وناشطة وفرحانة. باهي. السؤال الثاني اللي جانا على الباج نتاعك من الجزائر، تقول أنه عندها أمها مقعدة من 2010، حاروا فيها، هزوها للطب، داروا بها الدنيا الكل. المراه تكون قاعده لاباس عليها، تقوم تعيط وتصيح وتعيط وحدها معناتها، وتشد الفرش بالله مات. ومن بعد في نهار وليل تقوم لاباس عليها وكانه ما صار لحد شيء. والطبيب يقول لها لاباس، ما عندك حتى ما عندها حتى شيء. اي المراه هذه ملبوسه، مستاديه، عندها المس. المس هذا شو يعمل؟ المس يخلي العبد ممدود، ما ينجمش يتحرك، يبدا ديما ماذا بيه شد بلاصه مظلمه ومتكي، ما عينوش لا بالهضره لا بالكلام. وساعات تجيهك الجنون هذاك اللي هو كي السرع تبدا تعيط وتصيح وتبردك الطاقه، تنحيك، تخرج الغل هذاك الكل، تخرج تصرع وتحكي الكل، بعد ترجع لباس، ومن بعد ترجع لباس عليها. اي. بي عندنا سؤال اخر شريفه، زوز متخرجين من نفس المعهد بامتياز، ناجحين في قرايتهم، متفوقين. واحد فيهم يلقى الخدمة بسهولة، والآخر تق في الدنيا وما يلقى حتى شيء، حتى خدمة، حتى كان يلقى خدمة هكا يرفضوا ما يتقبلش. أي. كيف كيف هذوك عندهم عكسيات. العبد اللي تقبل اللي بدا ما عنده حتى شيء مثلا، يدخل حتى في المستويين ينجم يكون حتى أضعف من الآخر. اما هذاك عنده قبول مع الناس، بشوش تم عباد كي توقف قدامه يقبلك، يبدا ما شاء الله عليه عنده القبول. وتم عبد كي يمشي لاي بلاصه تتسكر يوضروه ما يقبلوش. وشو حل باش الانسان تولي يكون عنده قبول؟
اي موجود الحل، موجود الحل. تم اللي يقول لك بشر انا نمشي لبلاصه نبدا الناس مثلا قبل 20 يوصل عندي يقول لي لا ارجع لي غدوه، يرجع له غدوه يقول لي لا قبلت انا قبل 20 انت مانيش باش ندخلك، يمشي وديما تتعاود له الحكايه هذيك. وعلاش يصير معاهم الناس هذوما هكا؟ يصير معاه هكا عنده القرين نتاعو خايب. اه اش معناتها القرين نتاعو؟ القرين احنا عندنا كل عبد عنده قرينه، تم اللي القرين نتاعو يعاونه. اي موضوع يمشي يلقى روحه محلوله في وجهه متفرهد، العباد تقبله، العباد تقول لك العباد عنده القبول ما شاء الله، وتم عبد يبدا قارين هذاك قاعد له لهنا اي بلاصه يمشي لطف يعمل له نحس باش ما يدخلش لاي مكان، اي بلاصه باش يمشي لها يقول له بعد ما يوصل لعنده يقول له خويا سامحني غدوه ارجع لي، غدوه ارجع لي. اي وتبدا راهو عنده امتيازات على الاخرين ويقبلوا الاخرين هو ما يقبلوش. عندك اضافه اخرى بالنسبه فيما يخص برشا يحكيوا على الانجاب يا شريف؟ الانجاب معضله كبيره. أي. وكانه يقول لك مشيت للطب الكل راي وداويت وعملت 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 وباقي ما تحلش المشكله. اي المشكله تاع الانجاب راهي من ماكلتنا ما عادش منظمه، ما عادش العباد تتغدى بالقدا كيما قبل، الناس ما تاكلش حاجات طبيعيه، حتى بناتنا تو ولادنا ما ياكلوش الحاجات الطبيعيه، تو يقول لك انا ما ناكلش اللحم البقري، ما ناكلش اللحم العلوش، ما ناكلش الهرقمه، ما ناكلش كذا، هذاك الكل يسبب الضعف، تما اللي ما عندوش حتى الضعف، برشا عباد يجوني يقول لك انا ما عندي حتى شيء. وتلقاه يجيب لك سيرتيفيكا من عند الطبيب وتحاليل ولاباس. لاباس عليه ما عنده حتى شيء وما تحبلش لا المراه لا الراجل. اي يبدا ما نعرفش تما حاجات، وتما المس راهو، تما المس زاد ما يخليش العباد تحبل، تما اللي تبدا مسكينه عندها المس. بتقول لك انا نشوف حاجات في الليل، نشوف خيالات، نحلم بحاجات. تسمع اصوات هذا؟ ها؟ تسمع اصوات تقول تسمع اصوات، تحس حاجات تمسها والكل، ما تحبلش. وتم رجال يجونا رجال، جونا رجال. انا جاني قبيله واحد من فرنسا قال لي انا ما عندي حتى مشكله ومرتي ما عندها حتى مشكله، وعدنا 6 سنين معارسين وصغار في العمر والكل، قال لي ما حبلتش مرتي، الطبيب يبهت يقول علاش نورمالمون تكون حباله. قال لي انا في الليل تجيني امراه نحلم بامراه تجيني في النوم. قال لي مرتي وقت اللي تبدا الوقت تاع الحباله نشوف فاكل عبيته قدامي ما نحملهاش، كي تفوتك المده هذيك نتاع الحباله تولي تشوف في مرته عاديه في الوقت هذاك. وما يصير شيء. وما يصير شيء، ما يصير شيء على خاطر المراه هذيك هاك المس هذاك عنده مس عاشق، المس ما يخليهش يبشر مرته في الوقت اللي هي لازم تلقح البويضه والكل، هذاك علاش تصير تاخر الانجاب وما تحبلش المراه. والوقت اللي يبدا هو معناتها ماهيش باش تحبل والكل يبدا عادي، قال لك نشوف فيها مراه عاديه. من بعد قال لك الوقت اللي تاع الوقت هذاك تاع الحباله نشوف في مرتي عبيته ما نحملهاش، نبدا ماذا بيا نخنقها، ساعات قال لي نشوفها كي الشيطان قدامي تتعدى. تو كي يجيوك الناس قال لي نحكم في روحي باش ما نضربهاش. كي يجيوك الناس ويحكي لك الحكايه هذه تعطيهم حل انت شريفه ولا؟ اي بالطبيعه نعطيهم الدواء، عندنا دويات اللي تنحي لنا المس، تنحي لنا الاداء. انا ديما نقول للعباد اللي صورتهم لي تيمونياج وكل شيء يقولوا لك راهو هكا وهكا. يحكي لي حكايته ونعرف شنو الموضوع اللي عنده ونعطيه الحل نتاع الدواء شنو اللي ينفعوا الكل. ولازم ديما العبد كي يحلم بالحاجات هذوما ولا يشوف الحاجات هذوما ديما يحط الرقيه الشرعيه، يحط سوره البقره، سوره ياسين، ديما نحطوا قران، ديما نحاولوا نصليوا على خاطر الصلاه تهرب علينا الشياطين. تخلي المحل ديما طاهر، ديما نضيف، حتى الشيطان تطردوا كي تحط القران، تحط سوره البقره 40 يوم تطرد الناس الشياطين من البيت، ما تخليش الشيطان يدور في البيت، ويحسن روحه باش ينجم يقبل مرته ومرته تقبله وتصير الحبالة إن شاء الله. واضح. على كل يحب يتصل بشريفة، الأرقام كنتوا تشوفوا فيهم من بداية هذا الروبورتاج الإشاري إلى حدود توا، هذوما الأرقام أسفل الشاشة موجودين، اللي يحب يسأل شريفة في برنامج كلام الليل يسأل شريفة، وشريفة تجاوبوا في اسأل شريفة.